اليوم تفضل حبسين اليوم ملتقى مهم وأهميته تكمن في أنه في نفس القاعة أما ليبوست من عديد الدول الأفريقية وفي نفس الوقت شركات تونسية وشركات فرنسية والهدف هو تعميق شراكات ما بين ليبوست من ناحية والشركات هذه من ناحية أخرى لاقتحام السوق الأفريقي اللي هي راو من هنا 25 بتكون أكبر سوق في العالم والاحتياجات اليوم في أفريقيا احتياجات كبيرة ياسر وما هوش صدفة هو أنه أكبر أكتر ينجم يقوم بدور في ربط المواطن خاصة في المناطق الداخلية في كل البلدان الأفريقية هو البريد وذلك علاش اليوم مش صدفة أنه البريد يكون في قلب عملية التواصل مع الشعوب في أفريقيا وراو نحن في تونس هذا واعيين به ونعتبر أنه البريد اليوم هو أداتنا لتحسين الخدمة للمواطن هذا كيف تركزوا عليه في 2017 2017 بالنسبة للبريد الهدف الأولاني هو كيفاش نحسن الخدمة البريدية المقدمة للمواطن. ولا كيفاش باش نحسن اليوم البريد الخدمة للمواطن شنو الحاجات الجدد اللي نلقاوها في البريد التونسي اليوم؟ أول حاجة ساعة المواطن كي يدخل المكتب البريد لازم يلقى العون اللي باش يقدم له الخدمة. في بعض المناطق للأسف الشديد فما بيروات موجودة ولكنها مسكرة لأنه فما نقص في الأعوان. وقاعدين أول حاجة قاعدين نخدموا عليها هو كيفاش نداركوا النقص في الأعوان وفما تو عمل على مستوى البريد باش يزيد الأعوان باش نجموا نفتحوا لي بيغو دو بوست اللي صار تقريبا قداش بنعاون باش يتم توزيعهم على يعني فما عشرات باش نبداو بعشرات وفما برنامج يعني على مستوى البريد باش تدريجيا اون ستاف يعني نحسنوا الأعداد التواجد في المكاتب البلديه هذه حاجه الاولى ساعه ولكن مش كافيه راه هذه الرد التقليدي على الحاجه الرد اللي مش تقليدي هو كيفاش انه نبدلوا حتى نظره المواطن للخدمه البلديه لانه نظره المواطن للخدمه البلديه اليوم فيها زوز جوانب فما الجانب العاطفي يحب بيرو بوست وفما الجانب العقلاني اللي هو حاجته بالخدمه تكون قريبه فنحن زاد نحب نطوروا الخدمه نفسها البريديه وردوها خدمات على الخط مثلا فما منظومات قاعدين يخدموا فيها في البريد باش تحسن الخدمه مثلا ينجم المواطن من خلال تطبيق على الموبايل نتاعو يشوف ياخذ التيكيت ويحط روحه في الصف وهو موجود في داره قبل بخمس دقائق يمشي للمكتب البريد ويقضي خدمته ما يقعدش يشد الصف ويستنى الحاجه الثانيه اللي نخدم عليها هو المنظومه الاعلاميه الداخليه للبريد باش قد ما نحسن المنظومه الاعلاميه ونجعلوها انتجري قد ما تتحسن مردوديه البريد في تقديم الخدمه للمواطنين الحاجه الاخرى هو يلزمنا نفتحوا على العالم وخاصة على افريقيا وذلك علاش عملنا اتفاق مع الاتحاد البريدي العالمي باش تونس تكون لها في شمال افريقيا للي كوميرس والمشروع هذا مشروع كبير والافق نتاعو يعني ينتهي الاشغال المشروع في نهايه السنه وان شاء الله في بدايه السنه القادمه تكون المشروع اوبيراسيونيل الهدف هو انه البوست يعني البريد يكون بلاتفورم اي كوميرس ريجيونال فما توجه مع اعاده فتح الابواب البريد يوم الاحد لانه اغلبهم اليوم قاعدين نشوفوهم مغلقه نهار الاحد شوف علاش قلت لك انه فما رد تقليدي على الاحتياجات تاع المواطنين وفما رد غير تقليدي الرد غير تقليدي هو تقديم الخدمات البريديه عبر الانترنت وعبر الانترنت 24/24 و 7/7 يعني كيف انت الخدمه نتاعك تكون لا مادي تكون في كل وقت نجم يعني تاخذ خدمتك ومن بين اهم الادوات باش نقدموا الخدمه البريديه بطريقه غير تقليديه هي الكارت والبريد قاعد يخدم على دو نوفو سيرفيس ا باز دو كارت اي دينار كارت اي دينار سمارت كارت اي دينار نت مثلا اليوم المؤسسات اللي تقدم في التمويل الاصغر لي ميكرو كريدي هذوما كلهم الان توا بارتنير نتاع البريد والخدمات نتاعهم تعتمد على الاليات الماليه اللي تقدمها البريد.